لم يغب الأسرى ونضالهم المتواصل ضد إدارة سجون الاحتلال عن مشهدية المقاومة الشعبية في نابلس، حيث رفع المشاركون في المسيرة الأسبوعية لبلدة بيتا المناهضة للوجود العسكري على جبل صبيح شعار الانتصار للأسرى في معركتهم المقبلة مع الاحتلال. في كل نقاط التماس في الضفة الغربية بيتا تنتصر لكل قضايانا الوطنية. اليوم كان عنوان هذه المسيرة الانتصار لقضية الأسرى. نؤكد بأن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني، وكل الجماهير الفلسطينية تتفاعل مع قضية الأسرى. أما بلدة بيت دجن فما تزال على حالها تقارع مخرز الاحتلال الذي يرعى التواجد الاستيطاني على أرضها منذ عامين، ليتكرر المشهد ذاته من القمع ما أسفر عن إصابة عدد من أبناء البلدة. اليوم أعلننا هذه المسيرة دعما للأسرى ودعما للشهداء الذي أجسامهم محتجزة عند الاحتلال، ودعما للشرعية الفلسطينية. من هنا من بيت دجن كل ذلك جاء نتيجة عزيمتنا وإصرارنا بأن لا خيار أمامنا إلا تعزيز المقاومة الشعبية ضد هذا المحتل. عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق والحروق بفعل قنابل الغاز هي حصيلة المواجهات التي شهدتها قرى المقاومة الشعبية في نابلس بفعل قمع الاحتلال لها. بكر عبد الحق، تلفزيون فلسطين، نابلس.